السلام عليكم وتحية طيبة للجميع وتحية لخوتي المغاربة داخل أرض الوطن وحتى خارج أرض هذا الوطن البائس. مرحبا بكم فيديو جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صحافة الشارع. واحد المرأة مسنة العمر ديالها على ما أظن 69 عام، مرأة كبيرة عجوز كتسكن في بني ملال، الاسم ديالها أم عائشة، كانت دافعة واحد الطلب للمجلس البلدي باش تستافد بكيوسك بحالها بحال بزاف ديال الناس، بحالها بحال مجموعة ديال الناس فيهم اللي يستاهلوا يستافدوا من البلدية، دوك الكيوسكات اللي عايت تعطى، وكل اللي ما يستاهلش، كل اللي بصحته وعنده موارد ما يستاهلش يستافد من داك الكيوسك. بحال اللي سبق نشرنا في واحد الحلقة بأن الكيوسكات كيستافدوا منهم في الدول الأوروبية أرامل ديال الناس اللي شاركوا في الحرب ولا من ذوي الاحتياجات الخاصة وللي ما عندهمش باش يصرفوا على راسهم، هما اللي كيستافدوا بحال العاده وبحال اللي كيوقع في جميع المدن المغربيه، حيت العقليه كتشابه عند السياسيين في المغرب، كيفكروا بنفس التفكير، عقليه واحده، عقليه ديال الشلهبيه. هما تلاقاو غير الشلهبيه اللي كيديروا السياسه والقطاطعيه، فما تلقى شي شلهبي ولا قطاطعي كتلقاه كيدير السياسه ولا كذاب، بالخصوص الكذابه، والمغاربه عزيز عليهم اللي كيكذب عليهم. دوك الناس اللي بصحتهم استافدوا من الكيوسكات، امي عايشه اللي خصها تستافد وفي امس الحاجه لذاك الكيوسك ما استافدتش، وحنا عارفين اللي من كيتعطاو الكيوسكات والحوانت في المغرب وشكون اللي كيستافد من الامتيازات ديال المجلس البلدي، حنا عارفين شكون، غير الحاشيه والنواب والمرشحون اللي كيكونوا يتقاتلوا على الكرسي، هما اللي عارفين علاش كيتقاتلوا على الكرسي. صحاب اللي كيكونوا يدابزوا في انتخابات غير هكاك، يدابزوا على مصلحه المواطن، راه كيكونوا يتقاتلوا غير باش يستافدوا. ما علينا، مو عايشه مشات دقات كاع البيبان وحتى شي واحد ما تسوق ليها، بغات تعرف غير علاش حرموها من داك الكيوسك، علاش ما خداتوش، كتستفسر المسؤولين وكتقول لهم علاش فلان خدا والاخر خدا والاخر عطيتوه والاخر بصحته عطيتوه، وانا اللي ما عندي صحه وعايشه غير بالدوايات ما عطيتونيش الكيوسك، واخا انا قبل من هادوك الناس دافع خاصني نستافد وما استافدش، عطيتوني الكيوسك ولكن باش تسلموه لي باقي ما سلمتوش ليا. كتسول بحال بحال الناس، شافت ما تسوق ليها حتى شي واحد، دارت اعتصام قدام المجلس البلدي ديال بني ملال واعتصمت حتى قدام الباشاويه ديال بني ملال. وهذا الاحتجاج ماشي دام غير نهار ولا يومين ولا شهور، لمده 5 سنين وحتى شي واحد ما تمزك ليها، سامحين فيها، الشتا فيها والشمس فيها والبرد فيها وكل شيء فيها، وهي معتصمة قدام الباشاوية والبلدية، شافوها غادي تشوههم وديما واقفة لهم قدام البيبان، قالوا نسكتوها بشي حاجة، عيطوا ليها وقالوا لها آجي، دخلوها للمكتب، قالوا لها شنو غادي ديري نتيا بكيوسك، عاد خصك تبني خصك رخصة وتطلعي وتهبطي، نتي ما فيك صحة، راه لقينا لك خدمة في الميناج، آجي تخدمي معانا في الميناج. السيدة ما كتقدرش توقف على رجليها، ما كتقدرش توقف حتى الوقوف، ولات تمشى من ألم الركابي، هما كيقولوا لها أجي تضربي الكراطة والجفاف على قلبك. السيدة في العمر ديالها 69 عام كنقول لكم، وكيقولوا لها أجي تخدمي راه لقينا لك حل، خدمي في الميناج. كيصاحبوها عندها 16 عام ولا 18 عام باش غادي تخدم في الميناج، السيدة راه عندها 69 عام، أش بقى فيها ما تضرب من جفاف ومن كراطة؟ شفتوا على دولة كي دايرة؟ واش هاد المسؤولين ما كيفكروش؟ غير كيبقاو يوصلوا ويهضروا، كيشوفوا غير مصلحتهم هما، بنادم السيدة كبر من مو كيقول لها أجي تضربي الجفاف، أجي تخدمي في الميناج. هذا اللي قال هاد الهضرة، واش ترضى على الوالدة ديالك تخدم هاد الخدمة ديال الميناج؟ غير قول لي واش ترضاها على الوالدة ديالك باش ترضاها المسنة في العمر ديالها 69 عام؟ أنا كيبان لي كون قلتوا لها ما نعطيوك والو ارحم من تقول لها اجي تخدمي في الميناج. وفي وسط هاد الخمسه السنوات ديال النضال، امي عائشه شافت رئيس المجلس البلدي ومشات لعندو قدام الطوموبيله ديالو ووقفات وكان ضربها بالطوموبيله، ووصلوا حتى للمحاكم. هادشي اللي قلت لكم واللي غادي نقول لكم جا على اللسان ديال البنت ديالها اللي حتى هي معتصمه معاها حاليا. ملي كيسولوا الناس داك رئيس المجلس البلدي كيقولوا ليه ديك المراه دير معاها شي حل، ما تخليهاش بحال هكاك، دير هاد امي عايشه في بلاصه الوالده ديالك. الناس اللي كيدوزوا على ديك امي عايشه جالسه قدام البلديه وقدام الباشاويه كيبقى فيهم الحال، كيدوروا في الرئيس كيقول له دير معاها شي حل، السيده راه محتاجه دير معاها شي حل، ما فيها باس، ديرها في بلاصه الوالده ديالك وتعامل معاها. عرفتي باش كيجاوبهم؟
كيقول لهم انا هذيك السيده ما تنحملهاش. كيفاش ما كتحملهاش؟ واش جايه كتسعاك؟ علاش كتخليو الصراعات الفرديه كتدخل في مصلحه المواطن بحال هكا؟ ما غاديش تحملها. شكون اللي قال لك حملها؟ دير معها غير حل، دير حل مع ديك السيده، الا عندها شي حق عطيه ليها. وهاد الهضره ديال ما كنحملهاش وما كنحملش فلان وهاد السياسيه اللي كيهزوا في قلبهم واحد الكره وكيحاولوا ينتقموا من شي اشخاص اللي ما وقفوش معاهم في الانتخابات، وبزاف ديال الامور كيديروهم السياسيين اللي كيطلعوا للكرسي كيبداو يصفوا حساباتهم مع الناس اللي كانوا ضدهم وكيعارضوهم ملي كانوا في الانتخابات. هاد الهضره خليوها للعيالات. بالمناسبه غادي نفتح هنا واحد القوس، عرفتي السم والحقد والبغض اللي ولا في بعض الرجال، ماشي رجال، اشباه الرجال، فين يبان السم ديال العيالات؟ كاينه ولا ما كايناش؟ لاحظتوا هادشي ولا ما لاحظتوش؟ السم اللي ولا في بعض الرجال والله ما كاينه في العيالات. العيالات راه ولاو فيهم الدواء في هذا الوقت ملي ام عائشه ما داروا معها حتى شي حل، والمسؤولين ديال بني ملال كامل هزوا يديهم وتا واحد ما قدر يدير لها حل ويعطيو هذاك الكيوسك اللي كانوا موعدينها به خصهم غير يسلموه ليها. داز ليها في الدوره وكل شيء خصها غتسلمو وتبدا تبنيه. شافت راسها عيات بالوقفات، دارت كل شيء، حتى واحد ما تسوق ليها. وحاليا في هذا الوقت اللي كنسجل فيه انا هذا الفيديو باقي ما داروا معها حتى شي حل. عرفتوا شنو دارت؟ ناضت وعلى طريقه المساجين خيطات فمها. عرفتي شنو هي؟ مرا مسنة تخيط فمها، ما تشربش دواها، ما تاكل، ما والو. عارفه قيمه هذا الشيء اللي دارت؟ المرا خيطت فمها، امي عائشه خيطت فمها كيف ما كتشاهدوا امامكم على الصوره. راه ما كتاكل، ما كتشرب، ما كتشرب الدواء ديالها. راه حشومه هادشي اللي وليتو كديرو مع هاد الشعب. واش حتى لهاد الدرجه الكرامه والحياه ديال الشعب المغربي ما بقاش كتهمكم؟ واش حتى لهاد الدرجه المواطن الملالي ما بقاش ساوي عندكم والو؟ وكروش الحرام واصحاب الاجرام السياسي، راكم حطمتوا الارقام القياسيه. واش شادين ضد مع امراه عجوز؟ ديروا مع المراه شي حل، راه غادي تموت وغادي ينضاف هاد العمل ديالكم الجرائم اللي دايرها الدوله في هاد الشعب. رسالتي للمسؤولين اللي قدروا يعاونوا امي عائشه، وحتى رئيس مجلس البلدي اللي شاد معاها العكس. ما عندك علاش تشد العكس مع امراه في العمر ديالها 69 عام؟ الا شي نهار غلطت فيك ولا دارت فيك شي حاجه كنت كبير وسمح ليها، حيت راه ما بغيناش القضيه ديال امي فاتحه تعاود عاوتاني في المغرب. راه ما نسيناش امي فاتحه اللي حرقت راسها، ما بغيناش عاوتاني امي عائشه تمشي على خطى ديال امي فاتحه. ونتمنى رسالتي تكون وصلات. حنا ما بغينا والو، بغينا عاد المراه يعتنيو بها ولي يوفروا ليها شي خلصه اللي تحفظ الكرامه ديالها وباش تلقى ما تخلص الدواء ديالها فقط. دابا غادي ندوزو لواحد الموضوع واحد اخر. ما كاينش فينا وما كاينش المغربي اللي ما كيعرفش وما شاهدش البرنامج ديال المداوله اللي كيجي في التلفاز، برنامج اللي معروف ومشهور كيتفرجوا فيه المغاربه داخل ارض الوطن وحتى خارج ارض الوطن. البرنامج اللي كيناقشوا فيه الجرائم والمجرمين وشنو داروا المجرمين وكيفاش داروا الجريمه، هذا البرنامج من اللي عقلش على راسي هو كيجيب لينا جوج مدابزين على النفاقه، واحد سرق لواحد بيضه ولا حمامه ولا فروج. ديما كيجيبوا لنا دوك الجرائم البايخين، كيجيبوا لينا هذا قتل هذا، هذا دفن هذا، هذا نصب على هذا. ولكن علاش عمرهم ما تجرؤوا وداروا لنا شي حلقه ولو حلقه على الحيتان الضخمه، على لابالينات اللي كاينين في بحر الفساد اللي نهبوا المليارات ديال الشعب المغربي؟ علاش عمرهم ما تجرؤوا داروا لنا شي حلقه بحال هكا ولو حلقه واحده؟ نشوفوا مسؤول واحد دا فلوس الشعب وكيفاش تحاكم؟ جايبين لينا واحد مطايف هو ومراته على النفاقه، وها كيفاش خدات النفاقه، وها فين صرفت النفاقه. واش حنا ناقصين غم زعماكين؟ لا، كان غير الهم والغم راه حنا عايشين فيه، ما تحتاج تقولوا لنا عليه، حنا راه كنعيشوه كل نهار وكنشوفوه قدام عينينا. دخلوا لنا للمسقي، دخلوا لنا للعمق، جبدوا لينا من القاع الخابيه، الا كاينه شي حاجه وريوها لنا اللي ما كنعرفوهاش واللي غافله علينا. مزيان تناقشوا مواضيع ديال الاغتصاب وتحضروا بنادم ودوا على المشكل ديال الاغتصاب، ولكن ما عندكمش الشجاعه تدوا على هذوك اللي في حقوقنا كتغتصب. ولكن اعلامكم ما كيعرفش يقول الحقيقه، كيعرف غير يكذب، حيت الاغتصاب راه فيه وفيه، راه كاين اغتصاب ديال حقوق المغاربه. علاش ما كدوش على اغتصاب اللي كيغتصبوا حقوق المغاربه وما كيعطيولهمش حقوقهم بحال هاد امي عائشه اللي دويت عليها دابا؟
علاش ما كدوش على بحال هاد المواضيع؟ تمنيت شي نهار تكون عندكم الشجاعه في ديك المداوله وتهضروا لنا على شي ابن مسؤول ولا شي واحد بوه لاباس عليه عنده الثروه اغتصب ولده بنت قصيره مسكينه دارهم ما فحالهمش ودايز عليها الدكاكه. وريونا كيفاش اغتصبها وعلاش اغتصبها وفين اغتصبها وعلاش من اللي اغتصبها ما تجوش بها وما ضرب عليها حتى نهار ديال الحبس ومشات عليها بارده بحال اخونا ما دار والو. علاش مداولتكم ما كدويش على بحال هاد المواضيع؟ صعاب عليها. واش هادشي ما كيوقعش في المغرب؟ واش هادشي ما كيناش ما كنشوفوش قدام عينينا؟ ولا نتوما كتشوفوا غير اللي بغا يشوف هاد البلاد؟ واش عمرك شفتي شي ود مسؤول ضرب شي كسيده هو سكران وقتل فيها ارواح بريئه ودازت في المداوله؟ عمرك غادي تشوفها. وريونا كيفاش باه طاول عليه الفلوس طاول عليه العاقه وخرجوه من المنتي بحال ما وقع والو. وريونا كيفاش الشاهد الوحيد غير اقواله. وريونا كيفاش الشهاده وكلمه الحق في هاد البلاد كتباع بالفلوس كتباع بالدراهم. كيفاش بنادم كيغير اقواله على قبل الفلوس ولكن نتوما ديما كتحسونا بحال اللي غير ولاد الشعب اللي مطحونين اللي عندهم اسبابهم وعندهم دوافع هما اللي كيديروا الجرائم. ديما كتبغوا تسوقوا علينا وعلى الطبقه المطحونه كتسوقوا عليها غير الحوايج الخايبين اللي ما كيعجبوش الحوايج الزوينين اللي كاينه فهاد الطبقه المسحوقه. عمركم ما سوقتوهم علينا كاع ما كتبغوا توريوهم. وحدكم تماك الطبقه الشعبيه الطبقه المطحونه راه ما كتصدرش غير الاجرام والمجرمين. الاجرام راه من عندكم خارج وانتوما هما المنبع ديالو. الطبقة الشعبية عطات أطباء عطات مهندسون عطات أطر عطات كفاءات وهادو كاملين باش وصلوا بعرق كتافهم. ما عندهم والديهم دفعوا عليهم الفلوس ما عندهم والديهم داروا لهم المراجعات ولا اشتروا لهم الدبلوم. هذاك الشيء اللي داروه وصلوا له على عرق كتافهم. وهذا الشيء راه من قديم الزمان ومعروف. هذه شحال الناس قرات على الشمعة ووصلت في هاد البلاد. ولكن هاد الشيء واخا ما كتبغوش تقولوه حنا عارفين ومفتخرين به. غادي تبقى ديما الطبقة الشعبية الطبقة اللي مسحوقة الطبقة ديال ولاد الشعب هي اللي هزاكم وانتوما من الخيرات ديالنا عايشين. غادي يجي النهار اللي غادي تقطع عليكم داك الخير غادي تقطع عليكم كل شيء غير هي مسألة وقت وصافي. والجلوس ديالكم في دوك البلايص اللي نتوما معمرين فيهم وما بغيتوش تطلقوهم غير مساله ديال الوعي وصافي. النهار اللي غادي يوعى الشعب ما غيبقى حتى شي واحد فيكم يطلع لدوك الكراسة. مهم دابا غادي نكون وصلت لنهايه هذا الفيديو ان شاء الله. هو مشى عمي كان معاكم داك خونا اللي كتعرفوه بلا ما يحتاج يسمي. ما كاين حتى شي مستجدات ما كاين حتى شي حاجه. الجديد هو ان مي صبحات الحاله ديالها مزريه مؤلمه كتالم انت الفم ديالها قيح ما كتاكل ما كتشرب ما حتى شي حاجه. سمح لها الفم قيح والوجه من فوق وراسها ضارها ورجلين عمد زادت مفخوله حيت ما شربتش الدواء. ها شوها هما خرجوا لها ثاني دوك العروقه ها انت تتقيسها باش ما قستيها تقول لك حميمتي تتعكر ها انت.